لازم نضيف أي معجز بلا كائن هو بكائن ثم مهلكة معتبة بتاي هي مفعل عجز يعجز عجز الإنسان فهو يعجز والمصدر العجز كذا لا يعجز ومهلك الإنسان فهو يهلك كقولهم ملك فهو يملك وعطب يعتب قياس الفتح هي من باب قوله لا احنا نصع مصدر وفي هلك كسر الماضي هلك يهلك وهي لغة غير فصحى وفي عتبة قال لك مصادر افعالها كبر نعم ولد عتبة نصرى وهلك كمرجع وعليه يشد حتى في الظهر لا المعتب بلا تاء بل ليس فيه الا المثل المعتب عتب عليه معتبا اي غضب عليه او طلب منه ان يرضيه المعتب بلا تاء ليس فيه الا المثل اخي لا لغه الحمام اصابكم عتبت أقول وقد فاضت دموعي حسرة أرى الأرض تبقى ولا أخي الداية لو غير الحمام أصابكم عتبت أي غضبت أو انتصر ما أعلم ذلك ما تقول تعالى لا يمكن الإنسان أن يغضب عليه ولا ينتصر مفعل من وضع وجه من وجه ما وضع وجه مكان ففتح ما شاء بالجنه من الواب الجفاء تخدم عن بدر الدين لأن يعني مفتوح العلم منه مفعله وجد وعليه بالشاد فيما في الكسر مفهوم لكن هذا يكون شيء مقصر على السماع انه موضع موضع انه موجب نعم بس انه في ملوزان لكن ايهما الشاد على اطلاق ذلك ان واي الفائد قياسه مفعله الكسر والشاد الفتح ولا تقييد ابنه بل لا يفتح مضارعه ان المفتوح مضارعه قياسه يكون الشاذ الكسر معها من الشب ضربين وزن مفعلة معها المذكورات وزن مفعلة من الشب وضرب المحسبة مصدر من حسب يحسب كسره شاذ حسب يحسب ويحسب وكسره شاذ وإن كان الوجهان فيه ظرفا كما هو ظاهر كلام المصنف الناظم ابنه فلا سدود ما كان شهود هو مصدر حسب بما نظم وفي مضارع الوجهان كما علمت سابقا الوجهان فيه من حسب فإذا قلنا هو مصدر كسره مطلقا أما على لغة يحسبه فإنه لا يفعل له أما على لغة يحسبه فلقوله بغير الله أنه افتح مصدر وإن كان الوجهان فيه ظرفا كما هو ظاهر كلام المصنف ابنه فلا سدود لأن المحسب بالفتح من حسب يحسبه والمحسبة الكسر من حسب يحسبه يكون الأعلى الأعلى والأسفل الأسفل والمضربة مكان مضربة الدراهم دار السك دار ضرب الدراهم دار ضرب الدراهم الكسر في المفهوم ناصر في المسجد مسجد مكبر المأون حوال إلى من وخير وعود وحماك مفيلة وحمى مفيلة وحمى مفيلة وعلي في ظلم ننبت مصيلة مفيشوق أغرب وسقطا وسقطا رجع ومغنى تقدير وشرقا ومغنى تقدير وشرقا ومن عربي الآن شرع فيما ذكر ثلاثة وعشرين لفظ ثلاثة وعشرين لفظ قال وكسر الشاذ افرد لما نصراني من رفقك نصر بعض كسره ما شاذ لأن رفق التابع له عصا مثل لم
ولم يسمع فيهما المرفق بالفتح ولا المعصات. فصران كمرفق والكسر الشاذ افرد لمرفق ومعصية. نصران من رفقا كنصر وعصى بكسر وما شاذ. الأول لا يفعل هو ثاني مثل. قال تعالى ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. قال تعالى لا تتنازوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. مسجد وهو بيت الصلاة مكان سجد مكان الصلاة قياسه الفتح لأنه لا يفعل له. وأما المصدر أو الزمان لا فرق بين فيها وموضع السجود الخاص فبالفتح فقط على القياس. ما الفرق بين موضع السجود وبيت الصلاة؟ بيت الصلاة هذا العام هذا البناء اللي صلى فيه تسمى المسجد. أما الموضع اللي كنت ساجدا فيه قال هذا مسجد وفلان رأيتكم هنا السجد فرفعت بشرح وما كنت رأيت هذا منك. قلت مالك؟ قل لي سجدت في مسجد مدخن. مكبرين مصدر من كبير كبير حد معنى أسن لا يفعل له قياسه المكبر ولم يسمع فيه للقصة. قال تقول يا شيخ أما تستحي من شربك الراحة على المكبير على كبر السن؟ لا مغيب الإنسان هذا أمر معروف في الجاهلية أن الإنسان إذا كبر السن لا يلق به شرب الخمر لأنه يسكر ويصبح ألعوبة بين أيدي الأطفال. هذه امرأة تلوم زوجها على الشرب لأن النساء في الجاهلية ما كنا يشربن الخمر وكنا يلومن أزواجهن على شرب الخمر لأنهم يتلفون فيها الأموال الطائلة. فهذا يقول تقول يا شيخ أما تستحي من شربك الراحة على المكبر؟ إنك لو باكرت مشمولة أي خمرا طرحت في مهب الشمال حتى بردت لأنهم لم تكن عندهم المثلجات والخمر كما تعلم نار لأنها مادة كحولية ملتهبة ومشتعلة فلا يمكن أن تشرب إلا إذا برد. الحمد لله لا تعرف أنها مادة كحولية على كل وتعرف أن المادة الكحولية مادة مشتعلة. تقول يا شيخ وما تستحي من شربك الراحة للمكبر إنك لو باكرت مشمولة صفرة كلون الفرس الأشقر رحت وفي رجليك ما فيهما وقد بدا أنك من المنزل. ما وين حول الإبل مكان اللي توي إليه الإبل مبيت الإبل هو المأوي بالكسر مكان من أبو التاوي كان ما يرمي خياسه الفتح لأنهم أتلوا الأمن وجعله بالتسهيل من ذي الوجهين. جعله ابن مالك التسهيل من ذي الوجهين اختلف فيه كلامه عداه اللامية ما ليس فيه للكسر عداه التسهيل من ذي الوجهين وإن كان لغيرها فبالفتح فقط على القياس مأواهم جهنم. ما وين حولي بلا منيوي واغفر وعذر وحمى مفعلة وافرد ظل مفعلة منيوي واغفر وعذر وحمى فمفعلة في آخر المصرع معطوف على قوله مرفق ومنيوي واغفر وعذر متعلق بهذه المفعلة ناس المفعلة مفعلة كائنة من هذه الأفعال منيوي واغفر وعذر وحمى كمأوية ومغفرة ومعذرة ومحمية. مصادر أواله كرماء رق وردا مثل لام قياس المأوات وغفر وعذرك ضربا هذا من قوله في غير العين افتح مصدر وحميك رضي أنفا هذا مثل لام لا يفعل له في جانبان الفتح ولم يسمع فيه للكسر فكر محمية من أن يفر كما كر المحامي حفاظا خشية العاري مني واغفر عذر محمد محيلة ومن رزا وعريف ظنون منبت أيضا أفرد كسرة لمفعلة من رزا وعريف ظنون كمرزية مصدر من رزاءه ورزيئه كجنة من صواحب جنة معنى نقصه نسف لما والله يكله وأظنت بشيء كان أرزاه و
من نعرف معرفة المصدر من عرف كضرب قياس الفتح وهذا أنا أفتح مصدر ومفعلة من ظن كما ظنة مكان من ظن ظن تعالى بلتح مضاعف متعديلا مفعولين في من باب مما لا يفعل له فقياس مفعلها مطلقا الفتح. قال لبيد من ربيعة الرسوة يقول إن أيمنت فما ظنة منها وحافر قهري أوطي الخافة يعني أن هذه المرأة التي كان يفتقدها ويذكر بعدها ورحيل إليها إلى جهات بعيدة يصعب عليه وصلها معها مع ما بينه وبين قومها من الحرب فقال ولية حلت بفيدة وجاورت إلى الحجاز فأين منك مرامه من مشارق الجبلين أو بمحجر فتضمنتها فردة فرخامها فصوائق إن أيمنت اتجهت إلى جهتنا فما ظنة منها أي موضع ظن منها هاي المواضع التي ذكرها وحاف القهري أو طلخامها هاي كلها أسماء مواضع. ومن رزاء وعرضون منبت مكان من نبت كان صار نبت يموت قياسه الفتح ولم يسمع فيه للكسر أرى كل عود نابتا في أرومه أبا منبت العيدان أن يتغير هم أصوله أرومه أصوله وصل ما ذكر بمفعل شروق مع غروب وسقطا شيخ وصل هو وصل وصل وعاطفة وصل فعل أمر موكد بنون توكيد خفيفة ونون توكيد الخفيفة تبدل بعد الفتح بالوقف ألفا وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا وصل اصل ما ذكر بمفعل الشروق مع غروب واسقط كمشرق الشمس ومغربها ومسقط الرأس همكينة أفعالها كنصر شرق الشمس تشرق غربت تغرب سقط يسقط ولله المشرق والمغرب قول الحريري وعندما يذكر اسم الشاعر معناه انه انما يمثل بقوله ولا يستشهد به انه في الغالب لا يفعلون هذا الا بالمتاخرين الذين لا يحتجوا بسليقته مسقط الراس ساروج وبها كنت اموج بلده يوجد فيها كل شيء ويروج حبذا نفحت ورجاها ومرآها البهيج وزائر رباها حين تنجاب الثلوج من رآها قال مرسى جنة في الدنيا سرج إلى آخر أموج بمعنى دلعنا الحطم أموج بمعنى شيخ يا أذهب وأجيه كما يموج الماء رجع ما فعل رجع كما رجع مصدر رجع يرجع قياسه الفتح لأنه في غالبا أنا أفتح مصدرا إليه ما رجعوا كل جميعا يجزر كمجزير المجزير والمجزرة مكان من جزرة البعير نحره كنصر فقياسه الفتح لأنه لا فعله وجاءك ضرب ومقتضى القاموس أنها المشهورة جزر يجزر وعليه فلا شذوذ وشذ هو مني ما سجر الكلب هاي لم يكره ابن مالك ورشحها الحسن لأن تكون بديلا لقوله الجزر كأنه يستشعر أن الكلمة الأصل الزجر بتقديم الزاي والحروف هي نفس الحروف وإنما اختلف ترتيب وهذه هي قطعا مضارعها هي الزجر بالضم فلتكن البديل المرشح لكلمة الجزر هذا اللي يفهم صنع الحسن ولكن قوله ان صاحب القاموس ان مقتضى القاموس ان جزر المشهور فيها هو جزر يجزر هذا غير صحيح هذا جاء به في جزر بمعنى قطع اما جزر بمعنى انحرف المنصوص عليه في كتب اللغه انه يجزر وابن مالك امام يعارض قوله بتصدير صاحب القاموس ولا سيما اذا كان الموضوع مختلف ثم مفعلتي هذه الافعال الاربعه قدر
ما في لا تقدر. واشرقا بخلا واقبر ومن أرف كمقدرة ومشرقة ومقبرة ومأربة، لأن الأول والأخير والمقدرة والمأربة أصدران من قدرك ضربا وأرب عربا كفرح فرحا غارض غرضا، كان له غرض كانت له حاجة. قال تعالى ولي فيها مآرب أخرى وليست من عروبة فهو أريب، من فسرها بذلك فقد غلط. بمعنى آخر نعم، ولأن الأوسطين وهم المقبلة والمشرقة مكانان، من قبر كان صلى يقبر، وشرق كان صلى قاعد في الشمس عند شروقها، ولذا قال وشرقا بخلا. وجاء قبرك ضرب، قبر يقبر، وعليه فلا شذوذ في مقبرة بالكسر، مفهوم. ثم تبرع بذكر الضم، أي ذكره من غير أن يكون سبق له وعد به، لأن ترجمة وعد، هو إنما قال المفعل والمفعل، من المفعل بضم فلم يسبق أن وعد به، وإنما أتى به تبرعا، فقال وثلث أربعة. هذه المفعلات كما قلت أولا في الشوط الأول قلنا إنها ما ينفرد فيه كسر، ولكن في الشوط الثاني من الانتخابات قلنا وثلث أربعة، ثلث أربعها بالضم الشاذ، لأن الضم في المفعول لا يكون إلا شاذا، لا يوجد مفعول بضم مقيس، والفتح المقيس فيها كلها إلا في مقبرة، إن كان مقبرة إن كان من قبرك ضربة فالمقيس فيها هو الكسر. كذلك مهلك هو مصدر مهلك كضربة، وفي لغة ضعيف رديء كفرح، تجلس قد وذيلة، القياس فيه الفتح، هو مصدر على كل حال، القياس فيه الفتح. يعني هذه مصادر كلها مثلثة، ها؟ مثلثة، لكن ايش ما الفرق؟ اولا افرضها قال انها اولا ذكرها في الشوط الاول انها ما فرد فيه الكسر، ثم كرر على كلامه بالنقد، قال انها نعم فيها، اولا نقول هذا، ولكن ثابت فيها ايضا التذليل اللي اربعه. لكن من يعني ما الغرض من هذا؟ الغرض من هذا اولا ان يذكرها فيما هو في سلك ما شد بالكسر، ثم بدا له ذكر ان فيها لغتين اخرين. ونون محنية الواد كذلك مع حرف اعتلال ظاهما بشكلات كيف مجاوز مصحف ومزرعة فقد في مزرعة وضمها قبلا ومألك مكرم ومعون وبتاء وضم فرضا وضعي وضم قد كملا وكالصحيح الذي بعينه على رأي فوق ثلاثة بالذي نقلا وكاسم مفعول غريب ثلاثة بصبر ما له مفعل أو مفعل جعلا وشذ بالفتي من سأل وأصبحنا مخدع المجزى وأمره جلا بكل أقوي سويل الأخير فلم يظلم ولا كله النسبان كل مرة. ابن مالك ذكر من المفعول بالضم قال ذلك أربعها ذلك ملك الدليل ومعروف ذكر الحسن الدين ذكر بعض الكلمات سمعت الضم من الموعود ومن المفعول، والحقيقة أن المفعولة بالضم يمكن الإنسان يحصل من قمصة شيء كذلك، ما عليك إلا أن تلاحظ ثلاثة المذنوبة والمذنوبة شتم المشتوم والمشتوم نبغت هكذا كذيب، هذا كذيب ما فيه من بعرف المفعولة هذا كذيب، لكن ما وقع بعد الشيخ الحسن هو اللي نتكلم عليه نعم قالك من ما يغدل من المفعول بتاء محل الجدول أي منعطف 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 الذي يسمى محناسا محلية بكثرة محلوة وبدأوا محلية الكسر هنا المشهور عند الناس من عقل كعب بن زهير ومش وجدت به الشذب إنها محلية صارمة ضحى ضحى والمحلية بعد ذلك هي كلمة تركي وتالي أحرف اعتلالي وضاهي ما بيش كلا أي المحلية مع الفتح والرياء مع الكسر والوضع محنات ومحلية ومحلية إنه محالي صحيح فإذا ما صارت صح مزرعة
ميسرة ميسرة مثلا أقول لهم ميسرة 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 والوجهان تكسر الضمشة ومستر ومستر مصارم بمعنى السجل وقدر هكذا يكرر لكن إذا يكرر بمعنى الضمشة جديد أن الجديد في معنى وينات يسر يسر قال في المتدفة أن اليسار عبارة يسر ويسر استعنى ويسر واه يسر كان تحضر وخفف يسر أحمد فهذا آخر وكذلك المزرعة كان مزرعة على الأرض كما نعلم يسرع فيها صفة لأنه لا يمكن وتصرف المشهد لم نكن إلا شهادة لم تصل وإما النسبة لتوجه مكان طحن زمين في سبيلية الشهادة في فتح وضم كلام أرداد لأنه مكان مزبر الأرض تظهر مجعل من الزمين فيها صفة كسر ولم نسمع ما سمع به وجهان شهادان هو الظن مفهوم ومألوكم مكرم ومعون وهذا لا ينطق به إنما قال معون بنقل حركة العين من الباء وقال بعدم النقل للوزن فالتزامه بالترتيب الذي رأى للحضرة حمله على هذا ولو أنه غير الترتيب فقدم المعون على المكرم لاستغنى عن هذا لو قال ومألوك ومعون مكرم وبتا لم يحتاج إلى قوله معون بعدم نقل الوزن أن تقول مألوك ومعون مكرم بلا تاء وبتا مألوكة ومكرمة مصادر تنضم فردا كما في حضرة منه أما القاموس فذكر أن مألوكة التي قال المكرمة وضمت فهو لسان ومألوك بالضم هذا المقول أبي هدي عبادي خاطب المعمانة من المنذر ملك الخيرة يبقى المعمانة عبي ملوكا لأن لم يقوم على هذا يبقى الماء حقي شرقون كنت كلا أصطاني بالماء والمعون من مقوله جميل بذين جميل بحمد الله العذري بحمد الله من معمل العذري بذين الزميلة إن لا إلا زلته على كبرة الواشي الحج معقول والمكرم بدون تعين وقوله بث من العشاج اليومي بث من أفعال مكرم وما ينضم قد حمل يمكن هذا ما يسمى التوجيه أن يكون الكلام معنى يعني يمكن أن يكون ما ينضم من الميم بحسب ما وقفه عليه قد كمل حقيقة وما وقفت عليه مما ينضم من الميم قد كمل حقيقة ويمكن أن يريد وما ينضم إلى لم يدني مالك من هذا الشيء الذي عملته عليه قد كمل حكم يقيم القلب وذكر هو المعنى بجفت ونكر ما أردت فقال وما وقفت عليه مما ينضم من الميم فاصلة أو إلى اللام يدني قد كمل حقيقة في الميم هو حكم في ومن هنا عرفنا أنه يريد أن يسمي خذ كتابه ولم يضع له اسمه لكن هو وشاح السحب هي صدر لامية الماء فأنا نقول قصة قصة شيخ أقول أن أفعل هذه المذكرة هو الذي أوقف على القمص في الأسماح الكلمات أو يمكن أن نجدها غيرها يعني أرى من الصدر كلام المالك كلمات نعم ولكن حتى ما وقع وفق كل علم عليكم وكل صحيح اللي جاءنا مثال مشوي الحكم الحكم العلم مستوفي نعمل احنا قلنا ان الفعل ثلاث مستوفي العين مضارع غير واوي غير من تلتام غير واوي الفعل هي صفة فعليه اذا كان مصدر الفعل واذا كان زمان المكان كسر لما عبر عن مالك لقوله غير داعنا لكن هذا اذا كان فعله صحيح نزل عندي وصار ما إذا كانت عينه مثل ولن تكون إلا يعني يمكن أن يمكن تكون العين واو ويكسر من ذلك يعني ما فعل فعل بضم قطع لا يطول طبعا وإما فعل بكسر يقول بعد من صح وإما فعل بفتح هو يتعين يعني أما يتعين في مكسور عينا أن يكون يائيا
يكون يعجبه. فهذا النوع مكسور المضارع غير مستدل على العلا والجفاي وهو محتل العين بالياء محترم لأنه الحقيقة غير منضبط بالعربي في فوضى وجب يدون مرة مفتوحة مصدر وضرب أو مفتوحة مثلا مصدر وضرب والعكس سبب ذلك اختلافا بين علماء الصرف من قال هو كالصحيح يقاس فيه الفتح في المصدر والكسر من دمار المكان وما خالف ذلك هو من الشاب يقال إنه لا يستفيه قياس أصلا أن ما يتوقف به عند السماع ولا يتجاوز. ومنهم من قال يخير بالإنسان في الفتح والكسر. واستظهر الحضرمي هو طبعا متأخر ولا يعد قوله مع أقوال المتقدمين لكن استظهر أن قياسه هو الكسر فقط. قال هو والذي يعينه من النوع الذي تقدم ذكره كالصحيح على الصحيح فيفتح مصدرا ويكسر ظرفا وما خالف ذلك شان يفتح مصدرا ويكسر ظرفا انا رجل في قد عبتموه ما فيه لي عجاب معاب ويكسر ظرفا بسبب الحظ بدون الحظ وطيلا انت في الخيار بهما بدليل كسر المصدر إلا لو حيث تتذكر وفتح غير بذلك النهار وجعلنا النهار معاش وعلى رأي جعله تسيل أو لا توقف ولا تعدو الذين وقلاء أقل عند السماع ولا تعدوه فيه ماء ولا قياس في المصدر وضر بدليل الكسر المصدر والفتح الضر مصدر يقولي كل هو أذن والذي هو أذن الحيض نفسه ليس زمان ولا مكان ليس زمان الحيض ولا مكان الحيض نفسه هو أزمان قومي إن كان قومي والجماعة كالذي لزم لحالة أن تميل مميل هذا مصدر هذه من قصيدة مشهورة بسبب الحيض الراعي قائلها هو أو بيت المصيد الراعي أبو جندة شعراء دولة الموت ومهاجي جريم الذي حطمه جريم البيت وصل مش قدام غاهر هو وافد على عبد الملك بن مروان يشكو إليه حسب السحات السحات اللي عند دولة الموت هي مشكلة أخذوا أموال الناس في المغرب هذا ما أنذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة المغرب بدأ قصيدته بتشكيه في الهموم والأحزان وسؤال ابنته له ماذا يمنعه من النوم قال ما برد فيك بالفراش مذيلا عقدا بعينك أردت رحيلا لما رأت أرقي وقول تلددي ذات العشاء وليلي الموصولا قالت خليدة أعرت ولم تكن من قبل إن عرت الشؤون سؤولا أخليد إن أباك ضاب وساده همان باتا جنبة وذهب من قصيدة أطاله في هذا البيت خلص إلى خطاب عبد الملك بن مروان قال خليفة الرحمن وفي رواية أولي أهل الله إنا معشر حنباء مسلمون نسجد بكرة مع الصيدة لماذا يؤخذ منا كما يؤخذ من أهل الكتاب إن معشر حنباء نسجد بكرة مع الصيدة عرب اسمع من الدعاء من الكتاب عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاة وننزل ما إن أتيت أبا خبيب وافدا يوما أريد لبيعتي فاستبدي ولما أتيت نجيدة نعوى من النجدة الحرج نجدة العام الحرج ولما أتيت نجيدة بن عويمر أبو الهدى فيزيدني تضليلا من نعمة الرحمن إلى محسن الدين يعود له علي وقول أزمان قومي والجماعة كالذي لزم الرحالة أن تميل من بلا نحن نلزم الجماعة لا نخرج مع عبد الله بن زبير لا نخرج مع خوارج نلزم الجماعة لا نخلع البيعة ولا زمان كان قومي والجماعة كالرجل الذي يركب على رحالة على ظهر الفرس يلزم الرحالة أن تميل من بلا نحن نلزم الجماعة
كالذي لزم الرحالة أنت من المسجد رحالتما يشد على ظهر الفرس. قال زبيد بن ربيعة رفعتها قرد النعام وشلر حتى إذا قلقت وخف عظامها سخنت وخف عظامها قلقت رحالتها وأسبل نحرها وكل من زبد الحميم حزامها تبقى وتطعم في الحنان وتنتحي والدنعم حمامة إذا تنتحى ما عينه يا بالكسر حصل على فرق بين الياء والراوي لأن منوها المعنى واو كلوب الذي لأنه دائما لا يفهم كما قام منه قال هذا اللي يكون نحن المعرف هو المفعل والمفعل فإذا أردنا صوغة صيغة جيبية لمعاني ثلاثة التي صابها المفعل والمفعل والمفعل وهي المصدر زمان المكان أردنا صوغة صيغة جيبية من غير الثلاثية كيف نصوغ؟ نصوغ صيغة اسم المفعل فيكون لفظا مشتركا من أربعة معاني بين الصفة والمفعل وبين المصدر وبين الزمان والمكان مسرحية القواعد المسرح تقال للشيء الذي يسرح وللتسريح لنفسه ولزمانه ولمكانه تعرف مسرحية القواعد قوالب مسرحية مسرحية نصر مغاهرة بعيدة قال هو وكسر المفعول عليه السلام هذا المفعول قدم على قوله صوغ وصوغ كان معنى سبيل وصوغ ميل اسم المفعول غير الثلاث لما جعل لكم العام المفعول كل ثلاثة إذا مصدر زمان أدخلني مدخل صدق هذا مصدر إدخال المفعول به حسنة مستقرة ومقام أي مكان استقرار مكان إقامة هذا الغلط وليس ظرها نحوي هنا تمييز لكن ظرها عليه كل مكان انزل المسلم بارحين نحت الوحن تمر أنه معنى إنزال يكون موعودا به لا يكون موعودا مضخا ويعتمد أنه معنى مكان موجود يكون موعودا به الاشتراك من حسن ابن زين وإن كنت رأيت عن أبي ولكن أردت في العلو في الإسناد لأنه أسمع من أبي وأن أبي إنما أسمع من يحوذ من عبد الوز أعلى من الشعر وإن كان العلو عند المحدثين إنما هو صحيح فحديث الإسناد إذا كان أصح إسناد من العالي العلو للناد كما قال العراقي وحيث ذومنا فهو ما لم يجب لي فصحه بينك وبين زين أنا وأبي والشيخ وبينك وبينك طريق من الباب الله بينك وبينك 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 نمسانا ونصبحنا ونخدع هو البيت أخفى بيت فتاة أخذ على شيء من أخذنا نجزا هو الغنم ما إجزا عني نجزا هنا نمس مأوى من آوى بالمتاع عني من أوازل ومعه أي معتة جلاء ظهر في كل هاي الأرض قيسها الوضب يقال الموسى والمصبح والمخدع والمجزة للأخير وهو المأوى فلم يضمن هذه المأوى فلا كله المصباح وقد انخلوا جزنا له شو
يكفيك أنا أتيتك بمصدر على وزن فعال لفعال، ليس كذا؟ لك أبر النحلة إبار، ما تكتبين؟ نعم هذا أول مرة أسمعها. بسم الله الرحمن الرحيم، من اسمك فرأي اسم الأرض المفعلة؟ لا تثبت تمسة الوصل هنا. من اسمي؟ من اسمي هكذا ورسم الأرض. من اسمي ما كثر رسم الأرض مفعلة. مفعلة؟ عجب لما أقول عشاء ولا ما تعشى؟ هو يعني ما تعشى يريد أن ما تعشى يأكل من الهمزة ما تعشى يتبع كيف أني سمعت أنه زايد خصيلة إلى آخر هذا الفصل معقود لبناء اسم الأرض أي اسم توصف به الأرض مأخوذ من لفظ اسم شيء يكثر بها فصل في بناء اسم الأرض من اسم كثر بها هو يناسب الباب الذي سبق لأنه مين يجون هذا وعلى وزن ما فعله فهو مثل أقربة ومتربة فقال فصل في بناء اسم الأرض من اسم كثر بها فقال من اسم كثر اسم الأرض ما فعلته اسم الأرض ابتدى ونعته الشيخ الحسن بقوله الدال على وصفها بكثرة ما صيغ منه بها والخبر هو وزن مفعلة فمفعلة على حد مضاعف تقدير وزن مفعلة من اسم كثرة بها تأخذ وزن المفعلة من اسم شيء كثرة بالأرض فتصف الأرض به فتقول أرض مسبعة كثيرة سباع مذئبة كثيرة ذئاب مدبة كثيرة دبابة منمارة كثيرة نمور وهكذا إن كان ذلاذيا بحالي كان ذلاذيا بحالي كميل مسبعة ومذبة ومذبة ومضبات كثيرة الضباء ومضبة كثيرة الضباب كان من مزيده كان من مزيد الثلاثي بزيادة فماذا تفعل؟ تحذف زيادة حتى تتأدى لك الصيغة المطلوبة وكذلك نفعل التكسير والتصغير كثير من الأبواب إذا كانت الصيغة المطلوبة لا تتأتى بسبب وجود حرب مزيد لأنك تحذف الحرب المزيد لأنك عندك خمس خانات ما فعلته خمس خانات الخانة الأولى في الميم والخانة الخامسة في التاء وبين ذلك ثلاث كيف تصوغها من أكثر من ثلاث مفهوم نعم أي مفهوم نعم كميلي كميلي مبعات أرض مبعات كثيرة الأبعاد همزة فيها أبعاد زايد فتحذف الهمزة تقول أرض مبعات وكذلك القثاء تضعيف المد زايدا فتقول أرض مقثأة كثيرة قثاء كانت بالضيق تضعيف المد زايدا فتقول أرض مبطاخة كثيرة بالضيق كانت الدباء المد والهمز الآخرية مزيدا تقول أرض مدبة كثيرة الدباء إيك اشتشرك مدبة في هو الاشتراك في العربية وكذلك الذباب تقول أرض مدبة تعذب بالألف تقول مدبة كثيرة الذباب أما ما هو زائد على ثلاثة حروف من الأصالة رباعي الأصولي كضبدة يعني خماسي الأصولي كالسفرجل لا يمكن صوغ مفعلة منه إلا بحذف بعض الأصول أنا قلت ما هي خمس خانات الأولى مشغولة والخامسة مشغولة والفارق ثلاثة يمكن كيف تعمرها بالرباعي تقول ما الضفات دلت تحت العين كلام الكلمة هذا الأصل الأصل لا تسقط علامة الأصلية أنه الذي يلزم الكلمة يجب أن يتصرف السفر جبنا صامة الكبرى خمسة وقال غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع كضفدع السفر جل وربما جاء منه نادر قبل قد يوجد منه نادر اسمه أرض متعلبة معقربة هذه رواية بالكسر من يقول فيها ماذا على بدون معقربة لكن ليس من باب المفعلة هذا صوغ اسم دال على كثرة شيء في أرض من اسم ذلك الشيء ولكن ليس على وزن مفعلة وسمع
أرض معقرة في رزع عقارب، فبعضهم حمله على أنه حذفت الإجباء من لغة العقرب كما قد يحذف من المجرد الخماسي آخره في التصوير والتكسير بمقتضى القياس كما تقول في فرز تقيط فرزد وفرازد. ومنهم قال تمام يمكن أن يكون مأخوذ من لفظ العقري ناشئ عن لسع العقارب، لكن يعكر على هذا أنك لا نعهد صوغة اسم الأرض باسم معنى يكثر به، ما تقول أرض مجودة أو مبخلة أو شجاعة، إنما تؤخذ من أسماء العين. شيخي ثعلبة أو مثعلبة، هذه رواية ثانية في السيبوي قال في بعض النسخ زيادة عند السيبوي خلاف من الشيخ وكذا مفعلة مفعلة هو فيها ومفعلة مفعلة هو فيها قد تكون يمكن أن تستغني عن صوت مفعلة بأخذ أفعال دالة على كثرة ومعاني أفعال الكثرة أغضب المكان وأغضب أكثر أغضبه وأغضبه وتأخذ اسم الفاعل من هذا الفعل مؤنثا تصيب بالأرض تقول أبطاخت الأرض وهي مبطقة أغضبت كثرت فيها ضباب هي مضبية أضبت كثرت فيها ضباب هي مضبة هكذا. ومعيلة أفعلة عن موفي هذا قد يحسن إلى هذا ثلاثي من الواقع مثلا ما جاء من هذا. قال الكافية وما كرحمة وكالإرادة فالوصف يبدي المرة المرادة. بسم الله الرحمن الرحيم كمثالنا وكمثالنا ومثالتين من الثلاثين سوى اسم الله. هذا الفصل معقود لبناء الآلة التي يعمل بها الفعل، وقوله الفعل جرى على الغالب ولا لزوم أن تكون كل آلة لها فعل، تقول مثلا في المصدقة والمخدة الآلة التي وضع عليها الصدى والخد، ليس هناك صدغة أو خدة وهذه آلة من الصدغ والخد، لا هي من الصدغ وهو هذا العظم ومن الخد كما يوجد في اللغة الفرنسية. كيف يسمون الوسادة؟ يأخذون الاسم من الأذن، ماذا يقولون له الوسادة باللغة الفرنسية؟ ها؟ كوشي؟ لا لورية هي يأخذون لها اسم من الأذن. ها كذلك نحن نأخذ لها اسم من الخد والصدق. ها قال كمفعل وكمفعال ومفعلة من الثلاثي صوغ اسم ما به عمل، صوغ من الثلاثيين سواء كان اسما او فعلا. كمفعل بكسر الميم وفتح الثالث كمي خياط آلة الخياط، وفي حديث مسلم الحديث الرباني الذي رواه ابو ذر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه يا عبادي لو ان اولكم واخرا وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ومحلب آلة الحلب، ومنبر آلة نبذ الصوت إلى رفعه، ومخصف آلة الخصف، ومشعب آلة الشعب بمدرية كأن هذا القوم مشعب. مشعب ما معنى؟ هذا اللي تشعب به الشلوت تخاط بها الشعب من جمع هنا جمع تجمع بين يقفين من الجلد تخيطهما بآلة تسمى المشعب بمدنية كان هذا القوي حد مشعب. كذلك المخصف آلة خصف النعال ونحو ذلك كما قال أبو كبير الهذلي لقد غدوت وصاحبي وحشية تحت الرداء بصيرة بالمشرف حتى انتهيت إلى فراش عزيزة سوداء روثة أنفها كالمخصف. وكم فعال بالمد كمسمار ومسبار، وهو الآلة التي يقاس بها عمق الشجة سبرت الشجة قست عمق غورها بالآلة، الآلة تسمى المسبار. والمرضاخ الآلة التي يرضخ بها النواء كما تطير عن مرضاخ في الحجم، هذه أيضا من الآلة. ومفعلة كمكنسة ومقبة ومسحة ومصدغة ومخدة ونحوها. وكيف فعال؟ هذا ذكره الشيخ الحسن رحمه الله، قال إن من أسماء الآلة وليس من الميمي الفعال كالسواك والسبار ما يسبر بيضا عنق الشجر ويجمعه الصبر
قد طعن طعنة تغدى بالسبر لها من الجوف رشاش منهمر وطعن نجلاها تعوي وتهر وثعلب العامل فيها منكسر قد علم البيض الطويلات الخمر النية في أمثالها غير غمر تخرج الحاصن من تحت الست. تقول خياط والقرآن فيه هذا رجال جمله يسمي الخياط وتقول الكلاب هو المحلب وقال الشاعر وهو منسوب إلى عامر مضاد الجرهمي ملك قديم كان بمكة قد قطعت البلاد لطلب الثروة والمجد قالص الأذواب قرأت البلاد قبرا لقبر بقناتي وقوتي واكتسابي وأصاب الردى بناتي فؤادي بسهام من المنايا صيابي وانقضت شرتي وأقصر جهلي واستراحت عواذلي من عتابي دفعت السباب الحلم لما نزل الشيب في محل الشباب صاحي هل رأيت أو سمعت براعي الرد في الضرع ما قرأ بحلاب. الزمخشري ومنه الإيهاب قال الزمخشري إن من الفعال التي هي آل الذي هو آل الإيهاب الجلد لأن به الأهبة. نحن كنا قبل مشيء الاستعمار الفرنسي لبلادنا وفرض علينا ثقافته وتجارته وصناعته كان كل شيء عندنا من الجلود. الدلو التي نستقي بها الماء من الجلود والرشاء من الجلود والظروف التي نحمل بها الطعام ونغصنه بها من الجلود وامتعتنا أوعيتنا من الجلود وفرشنا من الجلود ولحفنا وسائدنا وما نركب على ظهور الدواب من الجلود وكل أدواتنا كانت من الجلود والوساد والوساد وصاغ منه مفعلة لما على الفعل من أسبابه حمل يعني أن الفعل الثلاثي تصاغ منه المفعلة فتح الأول والثاني السبب اللي يحمل عليه نحو السواك مطهرة للفم السبب اللي طهري مرضاة للرب اليمين الفاجرة ممحقة للمال منفقة للسلاح نومة غداتي مبخرة مجهرة يسبب نتيجة الفم وانقطاع شهوة النكاح هكذا الولد مجبرة مبخلة يسبب للجبن والبخل لأن الإنسان إذا كان له أولاد يخاف أن الفقر يجب يبخل ويخاف أن يقتل عنه فيجبن كما قال شاعر الخارجي في الشراتي لقد زاد الحياة إلي حبا هذا من قعد الخوارج الذين لا يخرجون من المدينة يبقون في المدينة مع جماعة مذهبهم مع أولئك الذين يقاتلون وهم قاعدون معه ويسمون القاعد يسمون جمع واحد قاعد وقاعدي وصاغوا منه مفعلة لما على الفعل من أسبابه حمل أن الفعل وصاغوا منه مفعلة فتح الأول والثاني السبب اللي يحمل عليه نحو السواك مطهرة للفم يسبب الشطر مرضاة للرب اليمين الفاجرة ممحقة للمال منفقة للسلاح نومة غداتة مبخرة مجهرة يسبب نتيجة الفم وانقطاع شهوة النكاح هكذا الولد مجبرة مبخرة يسبب للجبن والبخل لأن الإنسان إذا كان له أولاد يخاف أن الفقر يجب يبخل ويخاف أن يقتل عنه ويجب كما قال شاعر الخارجي في الشراتي لقد زاد الحياة أهلي حبا هذا من قعد الخوارج لا يخرج من المدينة لو قال هذه المدينة مع جمع مذهبهم مع أولئك الذين يقاتلون وهم قاعد معه ويسمون القاعد يسمون جمع واحد قاعد وقاعد قال لقد هذه الحياة لي حب بناتي إنهن من الضعاف
أخذت النار إلى الجبل سبعة وأن يشرب نارا قام بعد أصابي وأن نعر إلى الكسي الجواري وتنبو العين عن كرم حجابي ولولا ذاك قد سونت مري في الرحمن والضعفاء بنا من لنا أن غبت عنا وصل الحي بعد في نقلة. هكذا الولد مجبلة مدخل ما بالفرق تجري من هذا من بقايا هذه كانت تكلمت على دعاء تتكلم على وعد وهذا ليس من الآلة في شيء ولا من الميمية في شيء وهو عالم بتسريب من التاء وبتاء أتوا لما ينحى يطرح من تاء به الرجل كالرذاء المال والحطام والهداد والشجاد والغذاء والوعالة كالقمامة والنخالة والنحاتة والبراية والكساحة والكناسة والقلامة الظهر والقمامة وغيرها الكلامة آخرها ها؟ كلمة هنا كلابة أو كلامة كلابة كلابة ما معنى ما أقلبه من الطين نعم لزرع الأرض شو ذا الملق ومصر ذكر ابن مالك ستة ألفاظ شذذنا على قياس الآل بضم الأول والثاني المدق آلة الدق المسعط الآلة التي يسعط بها الدوار الشرع عن طريق الآن المكحلة الآلة التي تكحل عن العين كالمرود في المكحلة المدهل الآلة التي تجعل بها دون الرأس المنصر ناصر السيف الآتي من مادة نحله هو المنخل وهو المنبال النص السيف هو الحديث نعم و وسمع فيه وفي منصل فتح العين مع ضم المنخل ومنصل وزاد التسهيل الثالث سبعا هو المحرضة الآلة التي يجعل بها الحرض وهو المشمال ما يقصد تكسر به الرياضة ويضع منه مادة يورد في الماء وسيطة فيها كذا على رغوة وتبيض الثياب تسمى الحرض وآلتها المحروضة ومحل هذا محل الضم عند إطلاق الأسماء عليها إطلاقها على أسماء العيان غير مستقيم عبارة بها قلق نقال عند إطلاق الأسماء عليها والمشار إليه أسماء فهو الإسماء لا أطلق على الأسماء إطلاقها إلى أسماء على أسماء العيان الأسماء لا أطلق على الأسماء في عبارة رحمه الله هنا وقلق كان ينبغي أن يقول أحد هذا عند إطلاق هذه الأسماء على مسمياتها كإطلاق الأسماء غير المشتق كذا موصول فلان كان يصيبه لا تلاحظ به معنى الوصول فلان وإلا بأن لاحظت به معنى الفعل فهو قوله هو من نوى عملا به ينقل منه وهو ممسك بالوتر وينتظر من ينتج بآلة يدق بها قلناه الجن ميدقا إذا له فيه من الكسر يعني كسر الأول معبث الثالث ولم يعبث أي لم يبال بمن حذل لأنه على صواب الذي على صواب لا يبالي بمن يلوم من يلومني على بني بنت حسان ألومه وأعصيه بالخطر إن قيسان قيسان تعالي أبا الأشعثي أمسة أعداء ولشعوب إذاكم الماجد الجواد وأبو الأشعثي أهل النداء وأهل السيوب بتخيل منه وتلك ركابهن صهر أولادها كالزبيب المصيب لا يبالي باللوم ولم يعبأ بمن عذبه وقد وفيت بما قدر قصد منتهيا بالغا للنهاية وهذا أقول يستحق الله عليه الحمد لله الذي من التي تتم الصالحات قالوا الحمد لله إذ ما عرفته ثم ختم الكتاب بما بدأوا به الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن توسع هنا لأنه حط عنه الثقل وكان يتحمل عبئا ثقيلا من الوعد لأن الوعد عبئ على المنجز الذي لا ينجز بعد لا يقول عليه يعد بواعد خيالي والذي ينجز الوعد يتحمل منه عبئا ثقيلا يتفيهق الغمر المغمر مسهبة والمصقع والعد القريحة موجز والله أعلم أن ذلك عاجز فيما يقول وأن هذا معجز كالوعد يقوى المخلفون بحمله ويهاب عقدة حمله من ينجز المنجز
يدخل عليه الواد. كان فيه في أول الأمر يحمل ثقل، الآن طرح الثقل توساق لك الحمد لله لما رأتوك ملازم بالصلاة وتسليم مقارنهم ولم يكن تسليمه والكتاب، وتوسعها بصفات الرسول فقال على الرسول الكريم الخاتم الرسل، ونقل على خير برابقة وآله الغر وصفهم بصفة مستقلة، وصحب الكرام كذلك. وهناك قال على ساداتنا هذه وصحب العقلاء، هنا قال كل خاصة لآل المسلمة وخاصة صاحب المسلمة، قالوا آل الغربي وصاحب الكرام ومن إياهم في سبيل المكرمات، من تداهم وحدهم ولم يتبع لهم فتقديم المعمول الحصل، هذا مخرج للمرتجع. مرتجع يتبع صحابة والآل في بعض أعماله ويزيد من جهة نفسه، وخالف من إياهم لم يتبع لهم، من إياهم في سبيل المكرمات فلا. وأسأل الله من أدوات رحمته، هذا نوع من الاستعار، جعل رحمة أدوات من خاصة بتلعام أو خاصة الأدوات سترة جميلة على الزلات المشتملة، يشتمل على الزلات من الأخطاء، زلة واحد زلل زلق خطأ، وأن ييسر لي سعي عملا صالحا أكون به يوم القيامة مستبشر، كما وصف الله تعالى وجوه دوني ومسرته ضاحكة مستبشرة مستبشرا آمنا لا يحزنهم الودع على الفرق، لا باسر لا مقابل المستبشر الباسر، بس رائعة بس. ومنه قوله تعالى وجوه يومئذ وجوه يومئذ باسر تظن أن يفعل بها ناقص، مستبشرا آمنا لا باسر مجد. ثم جاء الحسن الحسين ذكر أيضا نهاية كتابها وشح بها الإسلامية، فقال فيه في هذا الترشيح اقتفيت واتبع أبا الأنواري كنية، كان يكون بها الشخصية ولسنا نعلم ندوب أن يسمى الأنوار، ولكن هذه كنية فيها معنى اللقب يشير برفعة مسمى، هي اقتفيت أبا الأنواري سيدنا أي مرجعنا سيدية، هذا اسمه سيدية من المختار من الهيبة من أحمد دولة بأبي بكر سمراني أدخل به له أبابا من تشايد من مشاهير هذه البلاد، ولا أقف بدقة على سنة ولادته، وتوفي في حدود 100 عن عمر زائد على 90 سنة في آخر يوم من ذي الحجة سنة 84 شهر عندنا سنه توفي سنه 85، هو توفي اخر يوم من السنه التي قبل سنه 5، ولكن ليله الاولى في القبر هي فاتحه ليلتي فاتحه سنه 85. وهو عالم مشهور شيخ صوفي، ويوم اللي بعد نازع منها كتاب شرح ابي الاميه سمى تحفه الاطفال شرح الاميه سمى، قال الشيخ الحسن بن زيد تبعه في هذا التوجيه، و نعرف ما مدى هذا الاتباع، لأن لم أره بهذا الكتاب عزاد الشيخ سيدي شيئا، لكن سار على طريقته وانتفع بكتاب إلى محل. يقتويت أبا الأنوار سيدنا سيدي قطب الرحم الذي كانت تدور عليه رحم الإسلام في هذه البلاد، بدرة تجاه كانت بمثابة البدر، وهو القمر الممتلئ من وراء قمر ليلة 14، ويسمى البدر لأنه يعني يظهر الشمس بالطلوع، يطلع قبل أن تغرب الشمس. بدر الدجى يعود وجهة المجهول المثلة حقيقة، هذا ليس بترويج ولا بكلام شعراء، هذا حقيقة. نحن كنا نقول أنا أصل ما هو الشخصية، لو يعلك الله الشخصية ما يقول كذا، مثل معروف عند الناس. وإنني أبتغي أي أطلب من رأى خالد الذي مساعدة فيه من تدبت له، هذا اللي خببت له تدبت موضع وعندبه إلى كذا يدعى أن يصلح الخلد بشرطين، شرط الأول أن يتأقنه لا يتحزم على كلامه بالظنون، يتأقنه، وشرط ثاني أن يكون أسلحه جنبه فيترك لي عبارتي ولا يغجرها لي لا يكون الخطأ منه، وكم من عائب قولا صحيحا وآبته من الفهم السقيم. ومع ذلك مع هذا الرجاء لا أعول على هؤلاء المصلحين، ولكن أعول على الله تعالى وحده، وإن على رب البرية لي لا غير متكلا اتكالا اعتمادنا مصدر